الصبح ده كم رجعوا؟ الصبح كم رجع؟ رجعتين المغرب. المغرب 4. العشاء 3. الظهر 3. الشفع والوتر؟ الشفع والوتر 1. والله ما اعرف انا زاد لاني ما قاعد اصلي. شنو؟ ما قاعد اصلي صراحة كده. اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة عدو لله وعدو لرسول الله وعدو لأولياء الله، تارك الصلاة محارب لمنهج الله، تارك الصلاة تتضرر منه الكائنات والعجموات، تتضرر النملة في جحرها من تارك الصلاة، وتلعنه الحيتان في الماء لأنه ترك الصلاة. تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، مغضوب عليه في السماء. تارك الصلاة نقض الميثاق وتبرأ من عهد الله وخرج من الملة. تارك الصلاة يقف يوم العرض الأكبر ولا حجة له عند الله. تارك الصلاة خان الله وخان الرسول. اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يصدق ولا يؤتمن ولا يرافق ولا يزوج ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. تارك الصلاة بالعربي الفصيح، تارك الصلاة مكبوت وعلى غير الإسلام يموت. فالله الله بالصلاة، فإنها آخر وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يصارع الموت، يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة، إن صحت صح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فالله الله يا أخوان بالمحافظة على الصلاة. يا أخي عندك ذنوب وعندك معاصي، نظر إلى ما حرم الله، سمع ما حرم الله، وإرسال ما حرم الله، تموت على صلاة؟ أخي إنك تموت على غير صلاة.